بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه. اللي ما يشوفش من الغربال، واللي يشوف واللي مش عايز يشوف ابراهيم. اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس والحلقه 584 من ملك وكتابه. المهندس عد بدأها بهزايه جامده قوي، اللي ما يشوفش من الغربال. في ناس المثل بيقول لك اللي ما يشوفش من الغربال، بس اللي ما يشوفش من الغربال ده انت بتفترض فيه حسن النيه، بس هو ما عندوش البصيره او البصر. لكن في نوعين تانيين بقى، في اللي بيشوف، ده الشخص الموضوعي اللي بينظر الامور بموضوعيه مهما كان درجات الاختلاف، لا يحكم انتماءاته بقدر ما يحكم الواقع والحقائق. وفي النوع بقى ده الصعب جدا، وهو ده مربط الفرس، اللي مش عايز يشوف، اللي شايف بس مش عايز يشوف. يعني اللي ما يشوفش من الغربال، طبعا اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. بس كده المهندس عدلي فرض علينا في حلقه النهارده ان احنا نستلف الغربال لبقيه فقرات الحلقه كلها، لانه واضح جدا انه محور الحلقه الغربال، اللي ما يشوفش منه، واللي مش عايز يشوف، واللي بيشوف، واللي بيشوف ده الموضوعي، يشوف ويقول رايه. طب ايه اللي بيشوف؟ عندك نماذج للي بيشوف؟ طبعا رحمه الله عليه اولهم المستشار احمد الباكري. لازم نذكر ان الوسط الرياضي قد فقد رجلا جليلا، من لحظه اللي جه فيه تشعر ان عاد الهدوء ومد جسور الود والتفاهم في الوسط الرياضي. ويعني احنا ارجو الله نفتقده، وان يكون هذا الجسم مش مرتبط باشخاص بقدر ما هو مرتبط بالواقع اللي احنا عايزين نعيشه كلنا. جاء ليحدث فارقا سريعا، ويرد النادي الاهلي عليه بسرعه، ويتلقف ويرحب، وكان من المخطط ان هذا الجسم يعبر عليه كل الاطراف، ويعبروا جميعا بالكره المصريه والرياضه المصريه الى مكانها الذي تستحقه، انها تدعم الاواصر المحبه والود. رحمه الله عليه. كمان انت عندك عشان كده اكتر من نموذج لازم تضيفه. عشان كده مجلس اداره النادي الاهلي النهارده عبر ببالغ الحزن والاسى عن تعازيه ومشاطرته لنادي الزمالك الشقيق في مصابه الاليم، برحيل المستشار احمد البكري رئيس اللجنه المؤقته التي تدير نادي الزمالك، والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بمرضه بفيروس كورونا. تم اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد تشييع جثمان الفقيد الكبير بحضور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي حرص وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي على أن يكونوا في مقدمة مشيعي جنازة الفقيد الكبير وتقديم التعازي لأسرته ولكل أبناء ومحبي نادي الزمالك. هناك رسالة جانبية ولكن رئيسية في هذا الخبر المفجع، إن كورونا يا جماعة ما بتهزرش، ولازم نخلي بالنا وناخد بالنا قوي قوي قوي، وخصوصا شبابنا وولادنا اللي واخدين الدنيا كده. نرجو إن احنا نهتم، الموضوع بقى مرعب. مؤكد ان هي طبعا عظة وعبرة في الموت، كما في فكرة الموت ايا كانت الاسباب، لكن على ذكر كورونا فعلا كانت المسألة فادحة جدا، وكان المصاب جلل اسرة نادي الزمالك معها اسرة النادي الاهلي مع عدد كبير من محب الفقيد الكبير من رجال القضاء، لانه المستشار احمد البكري واحد من رجال القضاء الاجلاء اللي حرصوا جميعا على تشييع جثمانه وتلقي واجب العزاء يوم الاحد في مسجد الحمديه الشاذليه. رحمه الله عليه. وهو يعني ترك رساله لا تنسى ولا يمكن تجاهلها لمن ياتي بعد. ان الرياضه لها مفهوم وليها رساله، ما هياش تلقيح كلام وتبادل اتهامات وتراشق، ولو ان ما كانش فيه تراشق، كان يعني رشق. رشق بلا تراشق. رشق بلا تراشق. ايضا فقدت المحله نجما من نجومها البارزين، رحمه الله عليه، كابتن محمد فايز. محمد فايز نجم المحله ومدرب المحله ومدرب العاب دمنهور
أيضا وفاته المنية هذا الأسبوع لنادي المحلة والجماهير المحلة الكبيرة ولأسرته الدعاء بالصبر والسلوان إن شاء الله. ومن كام يوم أمين دابو، وأمين دابو النجم المصري السنغالي الإسماعيلاوي جدة الأهلاوي أهل جدة يعني وأحد النجوم البارزة يعني من موهبته الفذة أظن تجنس صحيح ولعب أعتقد في المنتخب السعودي. رحمة الله على الجميع وربنا. هي يعني شوف احنا بنسلم بعض كلنا، خلينا واقعيين، لكن ناخذ بالاسباب ونتعلم من دروس الوفاة. نادي الزمالك ردا على مشاطرة الكابتن محمود الخطيب ووجوده أصدر بيان أعلن فيه الحداد في نادي الزمالك لمدة 3 أيام، أوقف النشاط الرياضي اليوم، وأيضا عبر عن امتنانه وتقديره وشكره للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حرصه على حضور مراسم تشييع الجنازة، وأيضا وجه الشكر مجلس الزمالك إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي حرص على حضور مراسم تشييع الجنازة ودفن الفقيد أحمد البكري، لأسرتي ولمحبيه ولجماهير نادي الزمالك الدعاء بالصبر والسلوان. هو أمر لا يخص الزمالك وحده ويخص الوسط الرياضي كله الحقيقة، وإحنا يعني الحقيقة أرجو ألا نفتقد هذا النموذج الراقي يعني ربنا رحمة يعني الله عليه يلهم الجميع حسن الاقتداء بإذن الله. على ذكر الكابتن محمود الخطيب واللي يشوف من الغربال النموذج اللي قاله المهندس عدلي، استوقفتني كلمات للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق في مقالته بجريدة الأخبار. قال الأستاذ ياسر رزق: أعتز كثيرا بصداقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعظم وأحرف من لمس الكرة في التاريخ الكروي المصري، وأشعر كلما حادثته بأن قيمة أي ناد لا تنفصل عن مكانة من يتولى أمره، وأسعد كعضو في النادي الأهلي بالرؤية التي يمتلكها الكابتن بيبو لتطوير النادي والنهوض به ليحتل مكانته العالمية كناد وليس مجرد فريق كرة القدم بين أكبر أندية العالم. أكاد أنجرف ده ياسر رزق، أكاد أنجرف لتشجيع الأهلي بسببه، لكني حتى الآن ما زلت أستعيذ بالله من وساوس الشياطين الحمر عندي في المنزل. ياسر رزق أحد القيادات الصحفية المرموقة، وهو إسماعيلاوي زملكاوي، ولكن أهل بيته بداية من زوجته وأولاده أهلاوي. أستاذ أماني درغام زوجته الكاتبة الصحفية المبدعة. فهو يعني برضو شوف لما إنسان يعني ما يخليش انتمائه زي غيره يخبي عنه الحقائق ويخليه صاحب رسالة، ما هي كل كلمة طيبة هي رسالة. بمثل هؤلاء الذين يرون من الغربال وغير الغربال تنصلح الأمور، وبمثل هذه القيم الرياضية تنصلح الرياضة. لأنه لما ياسر رزق يقول لك كابتن محمود الخطيب يكاد يجرفني إلى الأهلي، ولما يقول لك أنا كلما استمعت إليه أو تحدثت إليه اطمئنت أكتر على هذه الرؤية لتطوير النادي الأهلي ليصل إلى العالمية، ده نموذج الخطيب إداريا يا باشمهندس. طبعا هو شوف الكابتن الخطيب يعني طالته الكثير من الناس اللي حاولت تلط فيه وتشكك في قدراته الإدارية، ولكن ما في يوم تقريبا، ما فيش أسبوع من لحظة ما جه ما كانش فيه حدث ينصفه، وما كانش فيه قلم يديله حقه، وما كانش فيه شهادة تأتي سواء إقليمية، سيبك من المحلية، إقليمية ودولية، ما بتحطش الرجل ده كأحد القيادات الأهلوية الصالحة الناجحة التي تحمل المشعل. بيفكرني بدورات الأولمبية تتابع لحد ما واحد الشعلة لواحد غيره مسيرة ناجحة لقيادات الأهلي، والآن مع الكابتن الخطيب يستمر إلى أن يجد من يسلمها إليه. ويتلقى الكابتن محمود الخطيب دعوة من مجلس دبي يوم 27 هذا الشهر لحضور احتفال تسليم النادي الأهلي جائزة نادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجا بالبطولات في الشرق الأوسط، جائزة جلوب سوكر اللي بتكرم النادي الأهلي مع الأندية العالمية الكبيرة يوم 27 في دبي. جائزة يعني في الحتة دي
ده واقع. وكان هناك واقع الناس عاشته انه على مستوى العالم بقى هو ينافس ريال مدريد وبرشلونه وبايرن، وكان متصدرا حتى الامطار الاخيره، ولاعتبارات كثيره بدا ريال مدريد يقترب منه ثم تفوق. يا سيدي هنعتبر احنا الثاني على العالم، وهذا ايضا واقع لانه هو ده الواقع للاكثر تتويجا. ف يعني هتجيبها كده هتجيبها كده، لكن اظن ان احيانا هناك اعتبارات لازم نقدرها جميعا بتفرق شويه في التصويت اللي من النوع ده. اهمها يعني اعتبارات رعاه، اعتبارات. انت فاكر لما بلغونا واحنا في 2006 بابو تريك طلع يعني رئيس اللجنه المنظمه استعدوا لان ابو تريكا احسن لاعب، لا واحد من ضمن احسن ثلاث لعيبه، ما قالولناش الترتيب. كل الناس كانت متوقعه الفاينل بين برشلونه وانترناسيونالي اللي فلت من هزيمه محققه امام الاهلي عشان يلعب في النهائي. كل الناس حتى ريكارد وقتها في المؤتمر الصحفي قال انا كنت اتوقع ان التقي بالاهلي في هذه المباراه النهائيه. انترناسيونالي غلب برشلونه بهجمه مرتده وهي أسوأ مباراه لرونالدينو على الاطلاق. صحيح. لكن كان يجب ان يسلم جايزه، ديكو خد احسن لاعب فاحلوا رونالدينو لان برشلونه لم يتوج، ما كانش ينفع يطلع من المولد بلا حظ. فادوله حل، وهم قالوا لنا كده احنا اسفين حصل تعديل في اللحظات الاخيره. طيب بمناسبه كاس العالم للانديه، الاتحاد الدولي لكره القدم حدد يوم 19 يناير موعدا لاجراء القرعه، قرعه كاس العالم للانديه، البطوله اللي هتقام في الدوحه ان شاء الله من 1 ل 11 فبراير المقبل، قرعتها هتكون يوم 19 يناير في مقر الفيفا. البطوله المفروض تاهل اليها انديه بايرن ميونخ الالماني بطل اوروبا، تجريس اونال المكسيكي بطل امريكا الشماليه والوسطى والكاريبي، الاهلي بطل افريقيا، واخر المتاهلين حاليا اولسان هيونداي بطل اسيا. قرعه البطوله الجدول، اول مباراه هتبقى بين الدحيل بطل قطر باعتباره بطل دوري الدوله المستضيفه للبطوله، هيلعب مباراه مع اوكلاند سيتي النيوزيلندي، دي هتكون يوم الاثنين اول فبراير الساعه 7:30. الفايز منهم حسب القرعه هيلاعب فرقه من ثلاثه، القرعه اللي هتقول كده يوم 19، يا اما الاهلي، يا اما اولسان هيونداي الكوري بطل اسيا، يا اما تجريس المكسيكي بطل الكاريبي. واحد من الثلاثه هيلعب مع الفايز من الدحيل واوكلاند سيتي. طب والاثنين التانيين يلعبوا مع بعض بالظبط، ويبقى التاهل بعد كده لنصف النهائي ان شاء الله. بس ده جديد ان كان تملي اللي بيكسب من صاحب الارض بيلعب بطل افريقي، بيلعب بطل افريقي وبيبقى معاه بطل اسيا. صحيح، جرت العاده على كده، لكن هذا تعديل جديد. وانا بقول ان اصعب مباراه بتبقى في هذه البطوله هو دي المباراه الافتتاحيه، النادي الاهلي تملي لما بيتجاوزها بيمشي في مشوار ابعد. الاهلي تجاوز بالفعل المباراه الاولى في دوري ابطال افريقيا عشان تبدا مسيره العشره يا اهلي. لعب الاهلي المباراه الاولى في النيجر، فاز على بطل النيجر سونديب علشان ينتظر مباراه العوده. لما نبص لنتائج الذهاب سريعا هنلاقي الكبير كبير، تقريبا الفرق الكبيره في القاره، ده جون ديانج اللي فاز بيه النادي الاهلي على ملعب الجرن، ده ملعب جرن بجد في النيجر، لكن قدم من خلاله الاهلي عرض متماسك بشكل جيد رغم كل الصعوبات اللي احاطت بيه. هنلاقي من ضمن النتائج فيتا كلاب الكونغولي تعادل بره ارضه 2-2 مع بطل اسوانيا، جالاكسي بوتسوانا تعادل او خسر من سان داونز، يعني سان داونز فاز بره ملعبه 2-0. معظم الفرق كسبت. الرجاء تعادل بره ملعبه في السنغال 0-0. المريخ كسب انيمبا في السودان 3-0، فالمريخ السوداني بيقترب من الصعود. كمان الهلال عمل ما هو اهم،
فاز على كوتوكو في كوماسي في غانا 1-0. النتائج هايله جدا للكره السودانيه وبتدي جرس حلو. طبعا الزمالك صعد بانسحاب الغزاله التشادي. الوداد المغربي راح الملعب في مالي خسر 1-0، عنده فرصه في العوده. الترجي التونسي لعب هنا كملعب لاهلي بنغازي الليبي وفاز الفريق الليبي 1-0. حوريا كوناكري الغيني اتعادل بره ملعبه مع ريسنج كلوب السنغالي 1-1، ونتيجه 0-0 ايضا كانت نتيجه كايزر تشيفز مع اول اغسطس في جنوب افريقيا. مازيمبي فاز بره ملعبه على بطل الجابون 2-1، وبلاتينيوم زيمبابوي فاز في ملعبه على سيمبا التنزاني 1-0. اتعادل نكانر الديفلز مع بترو اتلتيكو في زامبيا 1-1. السبت ان شاء الله في مواجهات قويه جدا، في مواجهه عربيه عنيفه بين مولوديه الجزائر مع الصفاقس التونسي، وبلوزداد الجزائر مع جورماهيا الكيني. الجزائر بتلعب على ارضها الماتش. الكونفدراليه طبعا انتوا شفتوا المقاولين اتعادل 0-0 مع النجم الساحلي، رغم غياب 11 لاعب من المقاولين قدر يتعادل مع النجم الساحلي بكل قوته 0-0، والعوده في سوسه. ايضا البيراميدز فاز في القاهره وان كان بره ملعبه على الاتحاد الليبي 1-0، علشان تكون فرصه بيراميدز موجوده ايابا، وفرصه المقاولين تحتاج مجهود كبير في سوسه. فرصه بيراميدز تكاد تكون محسومه لان الماتش ده اعتبر بره الملعب. فهو ايضا فوز خارج الارض في الارض. ظروف الاتحاد الليبي كده. انما المقاولين الحقيقه فات بظروف صعبه جدا، وخد المباراه اللي يقدر عليه منها. زي ما انت بتقول نقص حد في الصفوف، نرجو له التوفيق في المباراه القادمه. طيب المهندس عدلي فرض علينا ان الغربال يكون موضوع حلقه الليله. بعد الفاصل هنشوف مين ده اللي ما بيشوفش من الغربال ويبقى ايه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه زي ما قلت لكم قبل الفاصل، الدخله بتاعه المهندس عدلي القيعي وفيدو الغربال فرضت علينا فرض ان احنا نبدا نشوف مين اللي ما بيشوفش من الغربال، ومين اللي بيشوف، ومين اللي مش عايز يشوف. لانه في الاول وفي الاخر مؤكد انه في ظل النوافذ الجديده اللي بتتفتح والوسط الرياضي اللي تقريبا بيتغير، في اتجاهات ايجابيه كتيره احنا بنشجعها وحريصين عليها وداعمين ليها، بالذات لما ما يتعلق في علاقات الانديه الشعبيه مع بعضها. ولما بقول الانديه الشعبيه لازما يرتقي الامر للقمتين الاهلي والزمالك. العلاقه بين الاهلي والزمالك علاقه مهمه جدا على المستوى الشعبي طوال تاريخ الكره في مصر والرياضه عامه. والتحول او التغييرات الاخيره في نادي الزمالك الشقيق شجعت الناس كلها على انها تبدا صفحه جديده. عشان كده اللي سمعناه من الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام سالم، وعصام سالم يا جماعه حد من اساتذه الصحافه المحترمين، عنده تجربه طويله جدا في الخليج، اشتغل لسنوات طويله في الامارات، اسم في الرياضه العربيه له قيمته، واسندت اليه رئاسه المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك. الكل تفائل والكل استبشر خير ان انت هيبقى في حد على قدر من الرصانه والمهنيه والتوجه السليم. ظهر مع كابتن شوبير، فظهر ان هو الراجل ممسك بنفس الشماعات التاريخيه اللي تقريبا بتتردد بين الناس. ايه سبب التعصب؟ كابتن شوبير ساله يا باشمهندس ايه سبب التعصب اللي موجود؟ فقال الاستاذ عصام راي فيه ثلاث شماعات تاريخيين لقينا من المناسب ان احنا نقف عندهم شويه نسمعهم. بالنسبه لجماهير الزمالك كابتن احمد، هي تراكمات سنين خلقت جواه حاله من الاحباط وحاله من الغضب. يعني ايه سنين؟ خد عندك في يوم من الايام واحد عضو في اتحاد كره القدم قال طول ما احنا موجودين في الاتحاد الزمالك مش هياخد الدوري. ما سمعناش التصريح ده. اسمعني بس وانت لا اكيد والله وصلك ما اكيد وصلك والله ما واقول لك بالحروف والله حازم الهواري اجيب لك من الاخر اهو يعني وهو غبت وانا ارد غبت. طب انا اقول لك حاجه والله ما سمعنا. طب اسمعني اقول لك حاجه يا فندم. الاستاذ علي اسماعيل اللي انا وانت بنعتز جدا ان في يوم من الايام عرفناه، اقسم بالله
ان قال لي انه سامع برضه هذا التصريح من حازم الهواه، اصل احنا الزمالكاوي برضه بنتلقاه لا ما وما بننساهاش. حضرتك ما هو يعني حصل. عارف انا وعمرو الجناني عمرو اصحاب جدا. تمام. عايز اقول لك عمرو لما بيتكلم خارج منصبه لا ده الدنيا يا نهار ابيض بنفضل نضحك نضحك الناس علينا من الحوار والهزار والقصه ومش هتاخده بطوله ومش عارف ايه وانا اقول له مش عارف ايه وهكذا بيبقى في اطار يا استاذ عصام الطريقه بتاعه التصريح نفسه لانه ما هو في عهد حازم يعني ربنا يعني ربنا ميزانيته يا رب بالظبط انه ما الزمالك خد بطولات وحصل على بطولات يعني يعني الجمهور ده بيتلقى دي ما تزعلش مني ما تزعلش مني بالظبط انا عايز حاجه ملموسه في يوم من الايام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه السابق قال ايه؟ ان التقارير الامنيه بتقول لما الاهلي بيكسب المزاج المصري بيتعدل ده اكبر زملكاوي في مصر طيب طب ما هو بقى هو طب ده اكبر زملكاوي اما الزملكاوي يسمعوا دي احساسهم ايه؟ خلينا نكملها السيده جان السادات ربنا يديها طول العمر قالت في يوم من الايام برضه الرئيس السادات بتبسط لما الاهلي بيكسب كل دي رسائل بتحبط الزملكاوي خلينا واقعيين اصل احنا في البلد واحد تزعلش مني احنا في بلد واحد تزعلش مني دي كلها هواجس لكنه انا بس عايز اقول لحضرتك الدنيا الفتره دي بقت صعبه شويه مش عايز امشي ورا هواجس عايز امشي مش هواجس والله هواجس انا بقول لك والله انا بروح لك على الاساس والله هواجس اللي كله واجس بعرف لك هواجس اسمعني بس خلينا اكمل لك خلينا اكمل لك الناس حتى متحسسه من النقل التلفزيوني وصلت الى هذا الحد مشغوله قوي من المخرج وصلنا الى هذه النقطه ليه اللقطه بتبقى كلوز قوي لما تكون في مشكله للزمالك او لاعب عامل اي انفعال الثانيه يعني هنا هقول لك بس صغير رؤوف الرحيم وهنا شديد العقاب انا بقولها لك معلش بنقل لك مشاعر جماهير نعم. لازم الناس تحس بده عشان نعالج اسباب هذا الغضب وهذا الاحباط لابد نروح للجذور عشان ما نمشيش لقدام وعندنا مشكله كبيره ورا اخر حاجه لابد ان انا انقل لك مشاعر الجماهير وهنا يبان اصل المشكله احنا بنتكلم بلسان الجماهير مش احنا اللي بنودي الجماهير في المنطقه المسؤوله اللي احنا عايزينها ده مربط الحصان لو الكلام على المخرج التلفزيوني برضو كآخر الكلام مخرجين التلفزيون في تاريخ التلفزيون المصري غالبيتهم زملكاوية وشفنا حتى في لقطة نهضة بركان وجنش والكرة جوه الشبكة والفريق المغربي ملقاش لقطة يقدر يعيد منها وكثير من هذه اللقطات لكن خليني أقف عند الثلاث شماعات التاريخيين اللي شايفين ان احنا من الأمانة نناقشهم مع الأستاذ عصام سالم وعلى مع كل من ينتمي أو يتبنى هذا الرأي الأولانية قال لك عضو في اتحاد الكرة كان يقصد الأستاذ حازم الهواري قال في يوم من الأيام طول ما أنا موجود في اتحاد الكرة مش هتاخدوا بطولة الكلمة دي نقلها عنه الله يرحمه سامي العدل ولا ما قال أوكي وقال لك كررها على إسماعيل رحمة الله على الجميع على إسماعيل وسامي العدل اتنين زملكاوية رحمة الله على الاتنين الزملكاوية يعني ده علاء إسماعيل اللي عمله مع النادي الأهلي وهو هناك في أكثر من قضية رياضية وكان محمد عبد الوهاب اخرها قضيه محمد عبد الوهاب وغير محمد عبد الوهاب وكان بيدافع عن حق الانديه الاماراتيه ضد النادي الاهلي بيضربه لدرجه ان انا قابلته مش عايز اقول انا قلت له ايه رحمه الله عليه رحمه الله عليه فما تستشهدش والنبي بواحد يعني بس هو الاستاذ عصام سالم زي ما انت بتقول كده احنا انا كنت قايسه زي ما انت شايف كده الموزون الرصين الزملكاوي الهويه ولكن يبدو ان المسؤوليه لازم بتدي لك نظاره التعصب انك تشوف حاجات ما بيشوفهاش غير الذين يتولون مسؤوليه توجيه الجماهير ودائما التلويح بجماهير ودائما يا اخي شوف التناقض اما يتكلموا يقول لك جماهيرنا اكبر لكن لما ييجوا بقى يتكلموا على المزاج العام مصر بتعيش حاله من السعاده الوزير الزملكاوي ربنا يمسيه بالخير خالد عبد العزيز قال كذا وجهان السادات قالت لمين قالت لك يعني انا مش عارف انا كل اللي شفته ان بعد السادات انا شفت في بعد ماتش السوبر ولا كان لسه قبل السوبر كان كابتن جوهري ماسك وكسب بطوله يبدو انها كانت بطوله افريقيا و الله يمسيه بالخير الاستاذ جمال مبارك في تكريمه لنادي الزمالك قال لهم انا كزملكاوي متعصب انا هحكي لك بقى باللقطه عشان ما كان قاعد كده ما حدش كان يعرف يا لسه هويه اهتمامه عزمهم في احد الفنادق في الزمالك قاعد بظهره كده جاله المقدم البرنامج استاذ جمال ايه سر اقامتك لهذه الحفله راح متضير قال له انا كزملكاوي متعصب اعلى
أعلى. يعني حازم الهواري يستطيع أن يتفوق على نفوذ علاء مبارك اللي رئيس شرف في الإسماعيلي، وجمال مبارك أنا أهلاوي متعصب، وطبعا ربنا يديمه الصحة جمال، ومدام سوزان اللي أكثر من مرة قالت إحنا كلنا في البيت زملكاوي، ما عدا رحمة الله عليه الطفل. فما تجيش تقول لي إن حازم الهواري صاحب نفوذ أكتر من كل دول اللي كان بي 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 يعني ما فيش قضية للنادي الأهلي قدر ياخدها في اتحاد الكورة. يعني هو في أكتر من إنك أنت تكسب في الاتحاد الدولي في قضية حسني عبد الرب وفي الكاس، وبعدين يتقال لك مبروك حول الفلوس وتحول الفلوس ويجي لك الاستغناء، بعدين اتحاد الكوره يمشي كل ده يتلغي ويرجع بارادتنا برغبتنا برضه، لان الكابتن حسن قال انا مش هتمادى، انا هتمادى مع ستراسبورغ. لكن بالنسبه للكابتن حسني احنا خلاص قفلنا الصفحه دي، لان هو قال لي انا مش عايز اكمل، واحنا خلاص هنحترم هذا. كان اثبات حق. اللي يجي يقول لك حازم الهواري اقوى من كل الحدوته دي، ايمن يونس زميله في المجلس هيعمل ايه؟ ايمن يونس يا راجل، ده انا كنت عضو مجلس اداره كان في سبعه من الزمالك، ممدوح عباس واستاذ ممدوح عباس وايمن يونس وفيكن وطارق غنيم والوزير اشرف صبحي وطارق غنيم، وقال لك عادل كان بيعمل ويساوي يعني. انما هي عايز ستة الواحد يا حبيبي، هي عايز كده. هي وده مره وانا مدير نادي يعني قالوا برضو صحر الهواري وحازم الهواري خدوا الحكام وطلع بيهم حكام الفرنسيين. لا قال لك في احد انديه التجديف على النيل امام الشيراتون ومصورينه فيديو. رحت طالع انا قلت لهم انا عايز اشتري الفيديو ده اللي يجيبه لي هديله 10,000 جنيه من جيبي. ليه؟ لان ده هيفضل يهددني طول عمري، انا عايز الفيديو ده يا جماعه هدفع فيه. راح قابلني الصاحب دمه خفيف رحمه الله عليه، قال يا راجل انت بتاخد بالك من الكلام ده؟ ما احنا بنقول. قلت له خلاص وثبت. ايوه بس الكلام ده بيعلق عند الناس. بالظبط بالظبط. يا استاذ عصام انت جاي تستشهد بالاستاذ علاء اسماعيل، قال لك انا سمعت من حازم الهواري انه قال طول ما انا موجود مش هتاخده بطوله، مش هتاخده بطوله على اعتبار ان قبل حازم الهواري كنتوا مكتسحين البطولات. طب خلينا بالمنطق، لان احنا يعني فعلا عايزين نناقش بعض بالمنطق شويه وبالحقائق. حازم الهواري الله يمسيه بالخير مسك اتحاد الكوره او دخل عضو في اتحاد الكوره اول مره من 96 ل 99. من 96 ل 99 الاهلي واخد الدوري اخر 3 سنين قبل حازم الهواري ما يدخل. يبقى كان ايه ظله انه هيجي بعد 3 سنين؟ بقول لكم واخد الدوري قبل ما حازم الهواري يجي اتحاد الكوره 3 سنين متصله. طب المره الثانيه حازم الهواري دخل اتحاد الكوره كعضو مع الكابتن سمير زاهر عليه رحمه الله في الفتره الثانيه بتاعته من 2005 ل 2008، وبعد كده استمرت لغايه حادثه بورسعيد. هتقولي حد في مصر الذهبيه للنادي الاهلي هنستشهد بمين؟ استشهد بالكابتن حسن شحاته. في حد زملكاوي اكتر من حسن شحاته؟ في الفتره دي الكابتن حسن في منتخب مصر من 2006 و2008 و2010 تقريبا، لو اكيد حضراتكم كلكم فاكرين، مش اقل من 8 9 لعيبه اساسيين في المنتخب من النادي الاهلي. كان حازم الهواري بيجاملهم؟ بقول لكم الفرقه شبه الكامله من المنتخب من الاهلي. الاهلي في الفتره الذهبيه بتاعت مانويل جوزيه ديت، سيبكم من انتصاراته على الزمالك وكلها كانت بحكام اجانب، لكن كمان لما اقول لك واخد 6 افريقيا، طب حازم الهواري ده يعني باسط ايده على مصر وافريقيا؟ واخد بالظبط 6 بطولات افريقيا، لعب كاس العالم للانديه 3 مرات، اكيد كاس العالم للانديه ما بينظمهاش حازم الهواري والاتحاد المصري. الدوري 7 مرات من 2004 ولغايه حتى حادثه بورسعيد. افريقيا 6 مرات زي ما قلت لحضراتكم. طيب ما هو في الفتره دي الزمالك خد بطولات، ما هو الزمالك خد كاس مصر اكتر من مره، ما الزمالك نافس وخد بطولات في وجود حازم الهواري. حد كان يقدر يمنعه؟ حد كان يقدر يشكك في قوه النادي الاهلي وبطولاته؟ انا ما يعني لا بس يعني انا عايز اعرف ايه يعني القوه اللي بتنسب لشخص لمجرد انه هو راجل اتعرف عنه انه اهلاوي يا سيدي قالها. ده انا كراجل اهلاوي اقول له لا يا شيخ، طب عيني في عينك كده، انت تقدر تعمل ايه للنادي الاهلي؟ ده النادي الاهلي اتظلم يا استاذ حازم ها
في ثلاث اربع قضايا وانت موجود عضو مجلس اداره، عملت لنا فيها ايه؟ لما انت صاحب نفوذ جامد قوي كده، ولما يعني كل مسؤولين البلد وزير وزير في الوزارات القويه السياديه زملكاويه، حبيب العاد في الخارجيه، الاعلام بالكامل، كل يعني استثناء الدكتور الجنزوري الله يمسيه بالخير رئيس الوزراء في بعض الفترات، انما كل فتراته في المسؤوليه الوزاريه مش كبيره، لكن الباقي ده اللي استمروا الشباب والرياضه، حتى كل وزراء الشباب والرياضه في الفتره يعني دي، يعني نفوس حازم الهواري اكتر من الدكتور حسن صقر. لا مش حسن صقر بقى، الدكتور عماره والدكتور حسن صقر حسن صقر في الفتره الذهبيه بتاعت الاهلي، حسن صقر وزير الشباب والرياضه. ده انت حتى لما جه وزير اهلاوي كابتن طاهر ابو زيد كان اول همه انه يفكك النادي الاهلي ويمنع مجلس ادارته من الاستمرار. يعني شوف النهارده كيف تساند الوزاره نادي الزمالك وتدعمه. هنجيلها اكيد. ايوه هنجلها. بس انا بقول لك وشوف لما جه وزير اهلاوي عمل ايه. هنجيله. طيب ده في الجزئيه بتاعت حازم الهواري اللي انا اعتقد الاستاذ عصام سالم اكثر حكمه ووعيا من انه يستند لكلمه زي دي، لان الحقائق كلها بترد عليه. ده اللي انا بقول لك ايه، يبقى شايف بس مش عايز يشوف. مش عايز يشوف. بالنسبه للكلمه اللي اتقالت انه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه في مره في لقاء تلفزيوني قال التقارير بتقول انه مصر بتبات فرحانه لما الاهلي بيكسب. طب ما ده اللي احنا بنقوله. والمهندس خالد عبد العزيز راجل زملكاوي والبعض رشحه في الفتره اللي فاتت. احنا لما بنقول ان 75% من جماهير الكرة المصرية اللي تقدر ب 55 مليون مهتمين، غير اللي مش اللي مهتمين من بيوتهم أهلاوية، بيجادلونا في إيه؟ وإحنا لما بنقول ده ما بنقولش رأينا على فكرة، بنقول أرقام وحقائق، من ضمنها مركز بصيرة لقياسات اتجاهات الرأي العام، والأستاذ عصام سالم عارف إن ده مركز رسمي وعارف إنه إحصاءاته من المهمة لدى مجلس الوزراء المصري نفسه. لما يقول مركز بصيرة إن عن اهتمامات الشارع المصري بكرة القدم، إن الاستطلاع أظهر إن 72% من المصريين بيشجعوا النادي الأهلي، و21 بيشجعوا نادي الزمالك، و4 يشجعون 4% بيشجعون الأندية المصرية المختلفة، وفي 3% لا يهتمون بالأندية المصرية ولا يشجعون أندية. ده مركز بصيرة. فاللي كان بيقوله المهندس خالد عبد العزيز مش بس تقارير، لا ده واقع، واقع بتأكده إحصاءات رسمية وبيأكده إحصاءات تسويقية، من ضمنها كان مركز أو شركة أبسوس العالمية لقياسات الرأي العام لما عاب حبت تعمل قياس للرأي العام الرياضي في مصر، قالت إن مصر فيها 40 مليون مصري بينتموا للنادي الأهلي، من أصل كام؟ من أصل 50 مليون بيشجعوا كرة القدم. ده برضو شركة أجنبية مش شركة مصرية. فاللي قاله المهندس خالد عبد العزيز يعني كان بيستند على تقارير بتأكدها وتدعمها إحصاءات رسمية وقياسات رأي عام حقيقية. فالاستاذ عصام سالم اوعى واكثر مهنيه من ان هو يستند الى كلام الجمهور عمال يردده. ونتائج التصويتات يا استاذ ابراهيم على الاستفتاءات المحليه والاقليميه والعالميه بتقول كده، ان جمهور الاهلي مؤثر في هذه بالتاكيد. قال لك جيهان السادات، قالت السيده جيهان السادات، قالت الرئيس السادات بيبات مبسوط لما الاهلي بيكسب. المشكله طب ايه ده يزعل في ايه؟ هل ده ظلم فرقة معينة؟ يعني عايز تقول ايه؟ لو كنت عايز تقصد انه الفترة دي كانت البطولات كلها بتروح للاهلي عشان الرئيس السادات اهلاوي، لا اقول لك انه في فترة الرئيس السادات اللي بدأت من 28 سبتمبر 70 وفاة الرئيس عبد الناصر الى 6 اكتوبر 81 وفاة الرئيس السادات، خلال هذه الفترة مصر اتلعب فيها 8 دوري، 8 بطولات دوري. لو هي الفكرة انه كل بطولة لازم تروح للاهلي ارضاء للسيد الرئيس السادات، الثمان بطولات دوري الاهلي خد 6 بس، الزمالك خد بطوله، المحله خد بطوله، كاس مصر اتلعب 6 مرات، ولو حد عايز يجامل حد في الكاس اسهل من الدوري، مباراه واحده بالنوك اوت وتنشي اللي انت عايزه. 6 كاس مصر اتلعبوا في فتره الرئيس السادات، الاهلي خد اقل من الزمالك. عشان بقول لك يا استاذ عصام ما ترددش كلام جمهور، انت اكثر وعيا ومهنيه من ان انت تستند على حاجه غير مدعمه حقيقيه. على فكره الست مرات كاس ده لا لا هنا، بس انا عايز اقول حاجه بالطريقه دي، هو ما بردتش ورا الجماهير، الجماهير بتردد وراه. يعني هنا الالحاح الاعلامي اللي طالع لنا في حاجه جديده، العداله العداله، ما انت
بعد ما خلصت نادي الدولة، بعد ما خلص التحكيم، وبعد ما خلص الحلال والحرام، دلوقتي بنتكلم في العدالة، وده اللفظ الجديد الأكثر تداولا مع كل واحد يطلع يتكلم دلوقتي. اللي احنا ده احنا بنقول احنا عايزين العدالة. ده انت لو شفت العدالة لو اتطبقت والله العظيم حتتك هتروح في حتة تانية خالص. عارف الستة كاس، ستة كاس مصر اللي اتلعبوا في حقبة الرئيس السادات عليه رحمة الله، الأهلي أقل الأندية فوزا بالكاس. الزمالك خد 3 كاس. الاتحاد السكندري خد 2 كاس كان على حساب الأهلي، والأهلي خد الكاس مرة واحدة. تخيل؟ أيوة. الأهلي مرة والاتحاد 2 والزمالك 3. ومع ذلك كان الرئيس السادات بيبات مبسوط لما الأهلي بيكسب. طبعا يبات. شفت يا أستاذ عصام؟ يعني ده اللي احنا بنتمناه. ايه بات مبسوط دي؟ خلينا مع بعض ما ندعمش هذه المشاعر السلبية عند الجماهير اللي بتزود الاحتقان وبتخفف على أي مسؤول إنه يصلح. في النهاية يا عم اسكت، ده كانوا بيعملوا كذا. هي دي للأسف، ده حجر الزاوية في الأزمة. الناس بترمي الكلام على أي شماعة وخلاص، لكن في ناس بتشوف من الغربال وبتعترف وبتطالب الناس إنها تمشي صح. ده كلام مهم جدا لناس كمان مهمة بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا الناس اللي ما بتشوفش من الغربال واللي مش عايزة تشوف، لكن في حد بيشوف من الغربال وبينصح الناس بالموضوعية وبينصح الناس إنها تواجه الحقيقة وتعترف بالحق. واحد من هذه النوعية المهمة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إبراهيم عيسى، وهو راجل زملكاوي، رأيه مهم نشوفه. وأخوه اليد في منطقة الجزاء اللي ما حسبهاش ضرب الجزاء، ايه العبث ده؟ هو في هجمه للزمالك؟ نعم. نفس الكلام السقيم العقيم اللي هو الحكم هو السبب، اصلهم واقفين ضدنا، اصل الحراره، اصل الرطوبه، فيطلع المشهد اللا اخلاق المبتذل الحقير من لعيب الزمالك دول. في مشهد لو احنا هنتعامل في حياتنا مع الهزيمه في الكوره بالطريقه دي، والهزيمه في السياسه بالطريقه دي، والهزيمه في المجتمع بالطريقه دي، تبقى نصيبه سودة. اوعوا تعملوا زي حازم امام، واوعوا تقولوا الكلام اللي بيقولوه الزملكاويه بعد الهزيمه دي. قال يعني اول هزيمه؟ طيب ويا سلام، والحكام لما كانوا معاكم يعني عملتوا ايه؟ يا راجل حاجه، افتكروا البرازيل احسن. تعالوا يلا. يعني هو طبعا بيقول اللي انا متفق معاه تماما. ساعه ما تجيلك هزيمه فشل او تشوف المنافس بتاعك اسباب تفوقه ايه؟ بيبقى عايز يريحك انك تشوف العناصر اللي ساعدته، لكن انت لازم تشوف ايه العناصر انت اللي تخصك انت، دي الاهم. ايوه. وهو قال لو اتعاملت في الرياضه او في السياسه او في اي حاجه اي نشاط بالمنطق ده هتفضل فاشل. هو انت لما جالك كارثه ايام النكسه اتعاملت معاها ازاي؟ لا، اعترفت بكل اخطائك وانكفأت واشتغلت وتجاوزت وربيت جيل مؤمن ان هذه اخطاء لابد من تجاوزها، وان احنا عندنا القدره ان احنا هي دي الروح اللي بيسموها الوثابه. الروح اللي تبني، الروح هو ده، انك انت اما تخسر حد ممكن يبقى عندك ضربه جزاء، وبنتكلم ساعات احنا في كده، لكن تقعد بسرعه بخلاف ضربه الجزاء دي. ايه تاني يخصني؟ هو انا ليه ما بدل ما يجي لي ضرب جزاء ما حسمتش المباراه في وقتها الاصلي؟ عندي نقط ضعف ايه؟ ضيعت كم فرصه؟ استحواذي، طريقه تعاملي في بناء الفريق، النواحي المعنويه. انما اقعد كل هم التبرير 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 ده اخطر. ابنك لو جه في الامتحان ما جاوبش كويس، هنقعد بقى نتكلم اصل السؤال جه بره المقرر، اصل مش عارف الجيران كانوا بيشوشروا عليه، اصل المراقب كان كل شويه واقف وراه مستقصده وموتر له اعصابه. لا، شوف هو انت ايه القصور اللي كان عندك وخلاص، هار لك خيرها في غيرها، مش نهايه العالم. عوض واكسب وشوف، خد بالاسباب. وانا طول ما المنافس بتاعي عايشين قصه التبرير دي مش بقلق، والله بقلق لما اشوف الناس بتشتغل فعلا بشكل لا 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 نبص احنا
يعني على عيوبنا قبل ما نبص على مجملات تطال ده ولا ده، لان كل الكلام اللي بيتقال يؤخذ عليه ويراد. بيتجامل هنجيب لك انت اتجاملت ازاي، وانا هجيب لك انا اتظلمت ازاي. مش هنخلص، دي عمليه دايلما مش هتخلص يا استاذ ابراهيم. لكن اللي يحسم الامور ايه؟ اخد بالاسباب واشتغل. وبعدين انا اصلا عندي في موضوع العدل والظلم، بس اما تيجي لحظتها اللي بيقوله الاستاذ ابراهيم عيسى تقريبا بيرد على مفهوميه الاستاذ عصام سالم، وازاي المساله مترسخه. ده مترسخه لدرجه انه من ايام ما كانت بتطلع قناه التحرير ابراهيم عيسى سال النجم الزملكاوي التاريخي الكبير الكابتن حسن شحاته، واحنا لما بنقف عند دي بنقف لانه التبريرات بتطال الاهلي. انت مش بتبرر ليه فشلت، ده انت بتحاول تكسر في اسباب فوز البطل، بتحاول. انا 100 100، انا 100 100، بس هو التاني خدها. وفي حد يكتب على يافطه زي ما قال فؤاد حداد علق يافطه بعرض الريف، اقول مش بالمحسوبيه والرشاوي ولا مش عارف المجاملات، يعني تغنب ببطولاتك كيفما شئت، انما ازاي تعلق يافطه تشكك وتشوه بطولات الفريق البطل العالم كله ازاي؟ يعني هي دي نقطه يا سيدي. اتكلم على نفسك، انت نادي القرن في الكون كله مدى العمر للقرن الأربعين، بس كمان الفريق اللي خد جايزه وخد لقب من جهات رسميه مش من حقك ان انت تشوه فيها وتعلق يافطه تحدف طوب عليها، ده كلام اخلاقيا لا يصح ابدا. ومع الفتره الجديده ومع تغير كل هذه الاحوال الكلام ده كله لازم يتغير، لانه المساله مترسخه. وابراهيم عيسى سال النجم الكبير حسن شحاته عليها من سنين. نشوفها غير الاجور اللي عندك. بمناسبه الاضطهاد يا كابتن حسن، ليه الزمالك طول الوقت شعر بالاضطهاد؟ الزمالك كنادي، الزمالك كمدربين، الزمالك كلاعيبه. هقول لحضرتك حاجه يا استاذ ابراهيم، ممكن يكون من خلال المشاكل اللي بقى لها خمس ست سنين في نادي الزمالك حاصله، سواء بس من يعني عقده الاضطهاد عند الزملكاويه من خمس ست سنين بس يا كابتن. ما انا هقول لك برضو، ما هم لهم دور في الحته دي يا استاذ ابراهيم، وانت راجل زملكاوي لهم دور في ايه؟ ان كل حاجه بتحصل في نادي الزمالك في الاعلام. واذا ما كانش الاعلام عنده فكره عنها احنا مننا فينا كزملكاويه سواء من جديد في النادي او بره النادي بنطلع نتكلم فيها. بس طول الوقت هتشوف الزملكاوي بيقول اتحاد الكوره ضدنا، الحكام بيجاملوا الاهلي، مش ما اقدرش اقول لك استاذ ابراهيم حاجه زي كده، لان ديت عمليه بتبقى عمليه يعني عارف ازاي، انت بتحاول تحسس نفسك انك دايما مظلوم. هو دايما الزمالك كده تحاول عيان بالاحساس بالاضطهاد. طيب خلاص، ده مش كان ايامكم يا كابتن حسن، ده اتولد ايامكم. لا ما هو احنا ورثناه منكم. لا ما انتم ورثتوه مننا. بالرغم ان كان في طبعا مجلس اداره جامد قوي، وكابتن حلمي الله يرحمه ويحسن اليه كانوا في لعيبه جامده قوي بتاع، لكن برضه كان في الاعلام يطغى. ايوه ما انا بقول لك الاعلام يطغى. الاعلام عشان كده بقول لحضرتك ايه برضه الحته اللي بتكلم فيها حته اعلاميه. بمعنى ايه؟ بقول لحضرتك كل حاجه بتحصل في نادي الزمالك تلاقيها منشوره، ولو هم ما نشروهاش تلاقي احنا كزملكاويه او اللي موجودين في النادي بيطلعوا يقولوا كل المشاكل دي. يعني احنا دايما مصدرين مشاكلنا للجماهير كلها مش جماهير الزمالك بس. طيب ايه علاقه المشاكل دي يا كابتن حسن ب ان احنا نقول ده الكره مش اوفسايد وحسبها اوفسايد؟ لا معلش بقى، ده كلام كوره وكلام بقى ناس قاعده عشان تقول والله ضيعوا علينا دي وما ضيعوش علينا. ليه الزمالك اللي طول الوقت عنده هذه العقده؟ بسال حضرتك. ما هي عقده الظلم، ما انا بقول لك عقده الظلم. انا عاوز دايما ابقى في ام الظلم عشان يبقى مبرراتي او المبررات اللي انا اصدرها مبررات كتير، ان انا التاني او الناس ممكن عاوزه تبرر لي فيبقى ده الزمالك ده مظلوم، ده شفت الحكم الفلاني عمل له كذا وكذا، ده حسب للنادي الاهلي وما يقدرش يحسب للنادي الزمالك. احنا اللي بنصدر الحاجات دي. دي اوهام طبعا، مش ممكن تبقى حقيقه وممكن تبقى اوهام، لان على طول الوقت بنقولها. انا مش قايم من هنا قبل ما اعرف هي حقيقه ولا اوهام. لا ما انا بقول لك يعني النهارده لو هفضل طول الوقت بقولها تبقى اوهام. هذا الحوار كاشف إلى حد كبير من إمتى هذا الكلام بيتردد. والكابتن حسن في الآخر يعني هو طبعا متحرج، بس الأستاذ إبراهيم عيسى كمحاور يعني متعب أصر، قال له مش قايم لما تقول لي، قال له طبعا لما تتكرر مني كتير تبقى أوهام طبعا، ولما أنا أعيش في هذا الأم عشان أبرر. بص يا أستاذ إبراهيم، أنا راجل النهاردة موظف
زميلي في البنك عمال منشغل انه ياخد دبلومات، ياخد كورسات مساعده في الكمبيوتر والحاجات اللي هي بتساعد في شغله، يعمل ماجستير، بيجهز للدكتوراه، يترقى، يعمل التارجت بتاعه نتيجه انه مجهز نفسه كويس بيشتغل، والتاني مش فاضي غير انه يكتب مذكرات وتظلمات ويروح لاهل بيته يقول لهم ما هو انا لو مراتي صاحبه المدير زي ما مراته صاحبه المدير كنت ترقيه، ما هو انا لو منافق كان زمان ترقيه، وتقول له الله يكون في عونك والاثنين يناموا مبسوطين ومرتاحين لحد ميعاد الترقيه الجايه. طبعا التاني يشرخ لما يكمل يشتكي وده يفضل عايش هذه المظلوميه. اخطر شيء على الانسان يا استاذ ابراهيم انك تحسس نفسك انك ضعيف. الشكوى بتحسس صاحبها انه مغلوله يده، زي ما الكابتن حسن قال لك عايز تعيش في هذا الامم عشان تبرر اي فشل، وده حقيقي، ده من ناحيه الانسانيه في اي حاجه عايز ابرر، مش انا كويس قوي بس الظروف اللي حواليا. على فكره الموسم ده والموسم اللي فات اللي كان الاهلي خد فيهم الدوري اللي كان بيدير اتحاد الكره ممكن يكون اكتر زملكاوي على سطح الارض، اللي الكابتن شوبير اشار اليه الاستاذ عمرو الجنايلي. يعني شاءت الظروف ان انت السنه اللي فاتت اللي الاهلي عمل الريمونتادا التاريخيه الصعبه جدا اللي سلموا درع البطوله في الاخر الاستاذ عمرو الجنايلي، السنه دي الاهلي يعمل هذا الفارق الكبير جدا 21 نقطه عند التتويج اللي سلموا البطوله للاستاذ عمرو الجنايلي، واللي كان بيدير المسابقه شاب زملكاوي جدا الى ان ساب الاتحاد الكوره. يعني احنا بنتكلم في اثنين المسيطرين على اتحاد الكوره ناس شديده الانتماء للزمالك، والوزير طبعا اشرف صبحي وهيجي لكم دلوقتي، لكن مش معقوله ابدا ناس عندها هذا الانتماء هتجامل الاهلي او هتظلم الزمالك، لكن هي العقده وهو تكسير صوره بطولات الاهلي. في حين بقى يا استاذ ابراهيم في حين ان صوت وصوره بيطلع مسؤولين في الاتحاد السابق اصل الزمالك محتاج بطوله يبرر ثروت سويل لما قال لك الزمالك عايز بطوله فاينل الكاس، مستشار مرتضى عايز بطوله هنجيب له حكام مصريين فاينل الكاس وتاني جبنا له الحكم اللي بيحبه ايوه في 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 تسريبه اخرى بالظبط، وموسم 14 15 اللي احنا ما كناش بنطلع فيه حجم اللي حصل فيه من كوارث تحكيميه اعتقد يعني ما حدش ينفع يتكلم معاها، لكن بنتكلم وبنعدي. المهندس عدلي كان له راي في نموذج مخالف لبطل كمال الاجسام جبتها اصل دي هتلخص يعني هتلخص البطل الحقيقي يتعامل أسباب مع خسايره ايه وايه اسباب نجاحه. اولا بمناسبه قبل ما تطلع بس لحظه واحده لروني كولمان لازم نبارك لبيج رامي الاهلاوي الجميل صحيح ان هو فضل يناضل 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 لحد ما كسب اعلى لقب يعني يهم اي واحد مهتم بهذه الرياضه. وبعدين بعد ما نسمع التعليق ده هقول لك برضه لروني كولمان لروني كولمان ده واحد من اساطير، نشوف واحد من ابطال كمال الاجسام عمل ايه عشان يوصل للوصل. واحد ده الاسطوره اسطوره بيعتبروه مقياس التناسق في وبطل اكثر من كذا مره. حكايه يعني الجسم انت ادرى مني بقى. لا ما انت عارف انا بطل كمال الاجسام. جمال الاجسام اكيد. بشوف رولي كولنا. Perfect. From day one we've been battling over this and battling over that. I was going to be a problem. In 1992 I didn't place at all in the Olympia. Didn't get a dime. Didn't get a dollar. I didn't complain. 1994 I didn't complain when I got 15. 1995 I didn't complain when I got 11. 1996, I didn't complain when I got 6. 1997, I didn't complain when I got 9. The moral of the story is, why complain? If y'all want to do something different, if y'all don't like the sport you compete in, you got a problem with it, don't compete. I didn't complain, I didn't cry, I didn't get mad. I just kept doing what I kept doing, and I got better at what I kept doing, and I beat y'all. Maybe you'll find out like a little kid that playing that for really get you nowhere or where you are now. طبعا ده واحد من الاساطير كمال الاجسام، بينظر اليه انه اكتر جسم متناسق، يعني لما بيختاروا المعايير يقولوا هو الراجل ده شاوروا عليه.
تقريبا عقد بالكامل عمال يخسر. قال لك ما اشتكيتش لا باخد فلوس ولا باخد القاب وعمال اشتغل على نفسي اشتغل عن لحد ما قدر يكسب. وبعدين قال لك اشتكي ليه؟ اشتكي لحاول ما تشتركش. لكن انا قلت انا بشغلي حفرض نفسي، لان انا لو قعدت اشتكي وقال لفظ ان انا مش عايز اقعد ابكي زي الاطفال ما كنتش قدرت ان انا اوصل للي انا وصلت له. هي دي مربط الفرس، اشتكي ولا اشتغل، اعيش المظلوميه البكائيات ولا اتحدى نفسي واتحدى الظروف اللي ربما يكون وقتها شاعر انه ظلم احيانا. لكن ما هياش الحل في الشكوى، ما هياش الحل ان اجرجر ناس ورايا احنا ما بناخدش حقنا عشان احنا مظلومين، بس احنا حديد وجامدين. هي مش كده، اللي قدامك بياخد بالاسباب وبيشتغل وبتاع وبيتظلم ساعات وساعات يجامل زيك، ولو بالمعيار برضو. انا عايزك تشوف مين الجن اللي فيهم اللي بيقدر يجيب احصائيات وبتاع، ونعمل حوار كده. انت اتظلمت كم مره وانا اتجاملت كم مره، وورقنا ضد ورقهم وتاريخنا ضد تاريخهم اللي هيقولوه عشان الناس تشوف. هذه المقاربه مطلوبه والله يا استاذ ابراهيم. يعني انما تقعد تقول لي اجيال ورا اجيال انا مظلوم، على راي هاني العجيزي اما قال لك انا وانا في الزمالك كانوا بيكرهونا في الاهلي، وكنت متصور كده انه بيتجامل لحد ما رحت شفت الاهلي وقال كده. الاهلي في حته تانيه، انا لما رحت شفت حاجه تانيه. حته تانيه بايه؟ انه ملوش دعوه، ما يقعدش يشتكي. اتظلمت النهارده في التحكيم، اقعد اتكلم الصبح بالليل ولا مره تتقال كده ولا بتاع، لكن لا استند اليها في تبرير الهزيمه. تبرير الهزيمه هو في اكتر يا راجل، ان احنا قبل ما تعمل الجيل الخطير في بدايه الالفيه الثانيه تستغنى عن اقوى عناصر عندك، وقبليها في التسعينات نفس الشيء، وتبني يعني فرقه، وتبني فرقه تقوم تكتسح بيها. يعني القرار الخطير كل مره عملتها خدت بناء سبع على دوري بعدين. المدير الفني انذاك الكابتن انور سلامه والكابتن صالح تحملوا بشجاعه بالنيابه عنه، قال له انا عايز تبني فرقه بس انا في اربعه مش هقدر ابني الفرقه لانهم تقال عندي. وكان قرار عجيب وتاريخي وجريء. وبعد كده في السبعينات اكتسح نكررها تاني، ما نهايه التسعينات يحصل الدروب على الجيل ده، يبقى يجي نفس الشيء كابتن وفي الالفيه حتى من 2004 كابتن ابراهيم وكابتن صلاح وكابتن فضل وكابتن، وبعدين تبتدي تبني بجيل تاني. مش معنى كده ان دول السبب، انما انت بتقول لازم يحصل تغيير، وانا مش هقدر اجيب ناس تتنافس مع ناس الا بناس يعني زي ما بقول ايه، اللي جعان للبطوله، اللي عايز يعشق في الترس. يقوم الاهلي يعمل ده ولا يبص على مبررات ولا تشغله شماعات، لكن اللي جاي ده لو شفتوه لو حصل من الاهلي يا نهار ابيض ما كناش خلصنا، لكنه حصل. وقالوا اسلام صادق في برنامجه النهارده وزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي استقبل فرجاني ساسي. تاني، الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه استقبل فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك اللي بيتم التفاوض معاه خلال الايام ديت، من جانب طبعا ايمن يونس ومن جانب اللجنه المؤقته. ايه اللي حصل في القعده؟ وزير الرياضه كان بيطمن فرجاني ساسي وقال له نصا ان وجودك في نادي الزمالك ده مطلب شعبي، ومطلب مطلب شعبي طبعا مطلب جماهيري، يعني فيما يخص طبعا جماهير نادي الزمالك. تاني، لانه هو خبر قد يكون مفاجئ للجميع، فرجاني ساسي الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه استقبلوا وطمنوا بحالة نادي الزمالك وبالأوضاع نادي بأوضاع نادي الزمالك، وطلبوا بالاستمرار داخل نادي الزمالك، وقالوا إن استمرارك داخل نادي الزمالك مطلب جماهيري. ده يمكن بالنسبة لي كان مفاجئ بشكل كبير وبالنسبة للمتابعين كتير، لأن في النهاية فرجاني ساسي المنوط بالمفاوضات هو الكابتن أيمن يونس حسب ما تم الإعلان. ونحاول نجيب كابتن أيمن يونس
او اي حد من نجوم نادي الزمالك السابقين عشان ده ليه مدلول، مدلول ان النهارده ايمن يونس هو اللي بيتولى المفاوضات، معنى ان الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه يتوسط او يتدخل في المفاوضات او يستقبل فرجاني ساسي ويقول له ان استمرارك مطلب جماهيري خاص بنادي الزمالك، غريبه شويه. كلنا عايزين نادي الزمالك يكون مستمر، وان شاء الله هيكون مستمر زي ما بنكون دايما عايزين النادي الاهلي مستمر، ايا كانت غير مجلس الاداره ما تغيرش مجلس الاداره. لكن فكره بقى التدخل في المفاوضات ديت او التوسط في المفاوضات، يمكن ديت اول مره اشوفها بصراحه. شوف انا مهتم ليه بالفيديو ده، ليس لانتقاد تصرف السيد الوزير بقدر ان انا ده بينور في مظلوميه برضو بعض القيادات الزملكاويه عايشاها وبتصدرها للجماهير. اصل النادي الاهلي ده نادي الدوله، اصل النادي الاهلي ده بيتساعد مساعدات غريبه. وانا هنتهز الفرصه عشان اشوف هي ايه المساعدات الغريبه. يعني ده لعيب في لحظه تجديد، في لحظه في ظل ازمه، سبق قيل ان الوزير يعني نادال يشكره عشان يعني اتبعتت الفلوس من خلال اخوه، لكن قد يكون هذا وقد لا يكون. قد يكون اللي حصل ده اتقال بالطريقه دي. انا مش عايز اناقش، انا مش بنبش في، لكن انا بنبش في معنى هذه اللقطه وهذه الفقره. طيب هل الاهلي مثلا ما كانش وهو بياخد الرخصه مستوفي الرخصه فاتحاد الكوره دفع له وبلغ الاتحاد الافريقي انه مستوفي الرخصه، ولما خدها تعرض الاتحاد المصري لغرامه $5,000 لانه تصدى لموضوع غير حقيقي مثلا؟ هل النادي الاهلي كان عليه مستحقات وطيب للعيبه او لاطراف في المنظومه الكرويه ومقدمين شكاوى سواء محليه او دوليه وما سددهاش، ف يسمح له بالاستمرار في القيد بعكس كل الأنظمة الدولية؟ هل النادي الأهلي كان عليه مستحقات للاتحاد لبعض العناصر بأحكام من الاتحاد الدولي والاتحاد المصري قال لك ده معهوش فلوس فراح دفع له وبعدين يقول لك هخصمها من مستحقاته في الاتحاد الافريقي، فيكتشف ان النادي الأهلي، انا طبعا انتوا عارفين كل ده حصل فين وازاي. هل النادي الأهلي عليه مئات الملايين لم يسددها استحقاقات للدولة ومسموح له بهذا؟ هل هذا النادي اللي ما بيعملش حاجة من دي خالص واللي كل ده بيتعمل لنادي آخر هو نادي الدولة، يطلق عليه أنه نادي الدولة، لكن هذا النادي المنافس الذي يحظى بكل الدعم من الدولة بكل أجهزتها، وفي سبب ان بيخلي الدولة تعمل كده انها بتحافظ على كيان بقدر ما تستطيع، ولكنه هذا الحفاظ بيهدر لوائح، هذا الحفاظ بيهدر تكافؤ فرص، هذا الحفاظ بيهدر مصداقيتنا في إدارة الكرة المصرية، وكل ده ما بيحصلش مع النادي الأهلي ولا مرة، وبيحصل باستمرار حتى هذه اللحظات وباستمرار، وآخرها هذه اللقطة اللي شفناها. ما يعني يا جماعة عايزين أدلة نقول إيه؟ ممكن نسقط بقى الحجة دي ولا لسه عندكم تاني عشان نطلع لكم ردود أخرى؟ نسقط حجة نجد الدولة لأن عرفنا مين نادي الدولة. لا نستنى بيها ما نسقطهاش لأنه في كلام مهم عنها بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. يمكن منذ قليل انتهى اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. الاجتماع عقد بخاصية الفيديو كونفرنس، كان المفروض هيعقد الساعة 2 بعد الظهر في مقر النادي في الجزيرة، لكن ارتباط الكابتن الخطيب وبعض أعضاء المجلس بتشييع جنازة الفقيد المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك
نقل الاجتماع إلى فترة ما بعد الظهر وفي مقر الأهلي أو فرع النادي في الشيخ زايد. فانتهى الاجتماع منذ قليل بعدد من القرارات. يمكن في بدايتها عبر المجلس عن بالغ تعزيه إلى نادي الزمالك الشقيق في وفاة المستشار أحمد الباكر رئيس النادي، وتمنى له النادي الأهلي، تمنى لنادي الزمالك كل الاستقرار، ووجه التعازي إلى مجلس إدارة الزمالك وأعضائه وجماهيره. كما وافق المجلس على التجديد لكافة المديرين مع تكليف العميد أحمد النحاس بمنصب مدير فرع النادي في مدينة نصر، وتقرر تكليف محمد الألفي مدير الخدمات في مقر النادي بالجزيرة بالإشراف على الخدمات وكافة المنافذ أيضا بفروع النادي المختلفة. وقرر مجلس ترقية الأستاذ أشرف عمر محمد إلى منصب نائب مدير إدارة التسويق على أن يعاد التقييم خلال 3 أشهر. وافق المجلس أيضا على عمل الكابتن طارق محروس المدير الفني لفريق كرة اليد للرجال محللا في كأس العالم لكرة اليد اللي هتحتضنها مصر إن شاء الله الشهر المقبل من 13 إلى 31 يناير. ونشد المجلس خلال الاجتماع جميع الأعضاء والفرق الرياضية المختلفة بالنادي ضرورة العمل بالشروط الاحترازية وبالتباعد الاجتماعي واتخاذ كل تدابير السلامة في مواجهة جائحة كورونا. وطلب المجلس أيضا بالمزيد من التنسيق بين الإدارة التنفيذية والأجهزة الرياضية المختلفة مع اللجنة الطبية في النادي للتشديد على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة هذا الفيروس، اللي بالمناسبة الاتحاد الدولي لكرة القدم نتيجة لهذه الجائحة قرر هذا العام أو هذه المرة إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب وللناشئين. بركاتك يا شيخ ربيع، الشيخ ربيع ياسين منتخب مصر للشباب اللي فشل في التأهل نتيجة جائحة كورونا أيضا، وأصيب الكابتن ربيع ياسين واضطر إلى تقديم استقالته، فإذا ببطولة العالم نفسها هتتلغي مش بطولة أفريقيا اللي كان المفروض نتأهل لها. يعني تعويض مهم، لأن الجيل ده كله كان هيقعد يقول لك ندمان. يعني أصبحت بطولة يعني مجرد رقم يعني. فألغيت البطولة كلها، وربنا يشفي كابتن ربيع ياسين وكل الرياضيين ويحفظ مصر يا رب إن شاء الله. طيب، وإحنا بنتكلم بقى على العلاقات الطيبة بين الأوساط الرياضية المختلفة، الكابتن خالد الغندور الراجل عمل فيديو على قناته على اليوتيوب اتكلم على شخصي وعلى المهندس عادل القيعي، والكابتن خالد كل التقدير ولكل الزملاء كل الاحترام، بس عايز اقول له حاجه بسيطه صغيره فيما يخصني، لان هو دائم التكرار والتلميح. يقول لك ايه، والاستاذ ابراهيم المنيسي لما كان بيسافر معانا في بطولات خارجيه، ايوه انا كنت بسافر من جورنان اللي انا بعتز به الاخبار مع الاهلي مع الزمالك يعني مع الاسماعيلي مع المنتخبات، مين دافعها؟ اخبار اليوم، مين دافعه؟ اخبار اليوم يعني. فانا كابتن خالد لا عمري سافرت مع حد عاشتك واخبارك ولا حد له عندي اي حاجه يعني. فارجوك في المنطقه ديت بلاش تلميح، كلمني صراحه، كلمني باللي عندك، لانه الكلام ما يليقش. لكن لو هنتكلم على المحتوى والمضمون ما يخص قناه الاهلي، كابتن ياسر عبد الرؤوف كان محلل الاستوديو التحكيمي في قناه الاهلي، مشي ليه من النادي الاهلي؟ نشوف خالد الغندور قال ايه ونرجع نفكره بخالد الغندور نفسه سمع ايه. نشوف. انتوا شايفين كابتن ياسر عبد الرؤوف بيطلع معايا بيقول اللي هو عايزه ومش هيمشي من القناه. الكابتن ياسر عبد الرؤوف كان موجود في قناه النادي الاهلي، انا بقول لكم اهو، كان بيقول ما يملي عليه ضميره، الناس قالت له لا ما ينفعش الكلام ده ومشوه. كابتن ياسر عبد الرؤوف كان موجود في قناه الاهلي وكان بيقول الحقيقه ما استحملهوش، قالوا لا 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 ما ينفعش مشوه، وحشين قوي بتوع قناه الاهلي، وحشين قوي وما بيقبلوش الرد ابدا. طب بلاش نجيب لك حد سمع قال ايه، ايه رايك في اللي انت سمعته مش نقلا عن حد، من الكابتن ياسر عبد الرؤوف نفسه هو مشي ليه من قناه الاهلي؟ نخلي خالد الغندور يفكر. الكابتن خالد الغندور، تحليلك على قناه النادي الاهلي، هل كنت بيبقى صوت وصوره قدامك فبتحلل حاله، مش ما بتبقاش حاسس ان انت لازم تجامل شويه، او لو ما جاملتش هتتهاجم، او اللي حواليك حتى المقدمين المحللين، يعني كنت بتلاقي الامور ازاي؟
انا حكم وهفضل حكم وهعيش حكم وهموت حكم، فاللي انا شايفه انا هقوله. ممكن اللي انا شايفه ده يكون عكس الناس بتقوله بره في قنوات ثانيه، ممكن يكون في مصلحه الاهلي، ممكن يكون ضد الاهلي، ولكن ده مش موجود عندي. والحقيقه انا لازم اذكر برضو دي، ان ما حدش فيهم مره جه في القناه وقال لي تقول ايه ما تقولش ايه، ولا حد عاتبني على قرار انا قلته. بالعكس، انا كان ممكن في بعض الاوقات بكون قاسي شويه على لعيبه الاهلي في تعامله مع الحكام. لعيب بيعترض، لعيب بيتكلم باسلوب مش كويس، لعيب بيتهكم على الحكم، او لا باخد موقف واتكلم وامانه يعني. كان هشام كان بيساعدني في الحته دي، ولكن لا للامانه كانت فتره كويسه وكان فيها الحياد هو اللي مطلوب. طب اسالك سؤال بس كلام منتهى الصراحه التصريح، مشيت ليه؟ مشيت من الاهلي اللي دخلت اللجنه. مشيت ليه؟ مشيت من الاهلي اللي دخلت اللجنه. يا خساره. يا كابتن ياسر، بقى الراجل بيسالك وبيستنجد بيك، تقول له انا مشيت عشان دخلت اللجنه ومحدش كان بيطلب مني حاجه، وانا كنت اقصى ساعات على النادي الاهلي وعلى لاعيبته، محدش وجهني ومحدش قال لي. بقى انا بسالك عشان تقول الكلام ده، امال هنعيش المظلوميه ازاي؟ كمل يا استاذ. امال الاهلي هيبقى وحش ليه؟ وقناته مش هتستحمل الراي التاني ازاي؟ يا جماعه المساله تتعلق مش بس بسمعه القناه، بسمعة محلل تحكيمي بيقيم العدالة والحساب الحقيقي يا استاذ. طبعا بيقيم العدالة، الاستوديو التحكيمي ده الراجل بيقيم اصحاب العدالة. انتوا متخيلين؟ احنا مش اللي بندافع عن نفسنا، وما بنجيبش حد يدافع وهو موجود في القناة. مش هيجيب الكابتن ناصر عباس دلوقتي يقول حد بيتدخل في شغله ولا لا. بنسأل او بنسيبكم تسألوا الناس اللي مشيت وتجردت من علاقة العمل، زي ما سمعت يا كابتن خالد من الكابتن ياسر عبد الرؤوف. زميلك احمد جمال برضه فضل يزن على الكابتن سمير عثمان بعد ما مشي من قناه الاهلي، قالها له سمير عثمان وش نفكرك بيه. بادب كلام غلط. كلام غلط، ما ينفعش حد يقول، ما ينفعش نقول ان دي كانت مكافاه. مكافاه لمين؟ هو انا بلعب في النادي الاهلي ولا في نادي الزمالك؟ كانك كنت لاعبا في النادي الاهلي يا احمد. الكلام ده كلام يعني، انا قلت لك ادبيا اقول الكلام ده مش غلط، مش عاوز اقول الكلمه الثانيه. اللي بيقول كده ناس مجانين، ده واحد مجنون اللي يقول كده. لسبب بسيط، انت ما بتكروت في قناه النادي الاهلي. لو انت عاوز تجيب سيره قناه النادي الاهلي، انا قعدت سنتين في قناه النادي الاهلي، فيش حد في قناه النادي الاهلي عمره ما قال لي تقول ايه وما تقولش ايه. لو هنرجع للحالات التحكيميه اللي كنت بحللها في قناه النادي الاهلي، فبعض المباريات ممكن اديها لك بالاسم، قلت لا النادي الاهلي تم احتساب خطا ليه من سليم وخد الثلاث نقاط. يعني ما كانش حد بيوبخك خالص يعني؟ كنت بتقول مثلا الاهلي مثلا اتجامل في ده، او ارجع للمباراه الاهلي وحرس الحدود. خلي الناس بقى اللي قاعدين كده على السوشيال ميديا يعملوا سيرش على قناه النادي الاهلي، طالما انت فتحت الموضوع ده طبعًا يفتح الموضوع ويشوف انا قلت ايه. يعني كان عندك مفيش حد مش من الجرأة، هم من الجرأة وهم ما تدخلوش في ال. انت كان اتفقت معاهم كده؟ من لو حاجه اتجامل فيها الاهلي هتقولها، هتقول الاهلي اتجامل فيها؟ خلي بالك يا احمد، انا بتكلم بصراحه، انا هنا في قناه الزمالك تمام، وبقول في قناه الاهلي عمر ما في حد قال لي قول ايه وما تقولش ايه. تمام. ليه؟ عشان انت ما تبقى في كوره سليمه واضحه انت هتقول، عشان يبقى في مصداقيه. ليه؟ انا في الاخر بحلل حاله تحكيميه. يعني ما ينفعش كوره واضحه فيها تسلل وانت تقول مش تسلل عشان انت قاعد في قناه الاسماعيلي. ازاي؟ على فكره هذا الالحاح مع اختلاف الاشخاص، وكلهم ناس اخواتنا، ونكون يعني اما بنستعرض او بنجيب السيره احنا بنرد على اللي بيتقال، احترامنا قائم. لكن هذا الالحاح انك لازم تجيب الضيف يقول اللي انت عايزه، توصل الراجل يقول لك انا بادب كده بقول لك في الاخر، يعني يقول لك اللي يقول كده مجنون، عشان يقول لك كنت بجامل الاهلي وكانوا بيقولوا لي يا كده يا تمشي. معقول الكلام ده؟ على فكره يا استاذ ابراهيم، انا ساعات والله بيتهيألي هم مصدقين بينهم وبين نفسهم، فضلوا يرددوا لدرجه ما صدقوا ان انت كده. لا فضلوا يعني، هم افترضوا وضع، وانت لما طلعت الكابتن خالد غندور دايما رايح ناحيه الشك، مفيش وضع لازم يخرج بيه منفردا في زاويه الشك او الريبه او وليه وكل حاجه. فانت بعد شويه بتصدق كتر ما بتقول لنفسك، وبتعامل الناس على اساس ان دي حقيقه، وتبتدي تصدم لما تكتشف ان لا الموضوع ده مش حقيقي. ولما برضه بمناسبه الكابتن خالد الغندور والتحكيم ولقاءات القمه، له راي مهم الرد عليه اكثر اهميه. محمد فتحي الحكم كان سكندري اعتقد، محمد فتحي
الحكم اعتقد يعني اتاكد. طيب. اقسم بالله العلي العظيم ما في حكم فيك يا عالم ما يشوفش الكره وما يحسبهاش وما يديش انذار، يعني لا يمكن لا يمكن. نشوفها يا كابتن. اتفضل. اتفضل يا كابتن معاك. بص يا كابتن، بص يا كابتن دي هتتلعب ايه، بص طويله. تمام. تمام ادي اهو، فاسماعيل يوسف هيجي من ورا. بص اهو، بص اروح طالع الكره ضربه جزاء. كابتن اكمل بقى، انا عايز اكمل تشوف محمد فتحي ده هيعمل، الحكم هيعمل ايه. بص بقى اللعيبه راحه. ها برضه نفس القصه، ابعد ابعد، مفيش حاجه مفيش حاجه، نفسه فاشل مع اللعيبه، مفيش حاجه والله ما فيها حاجه. يعني طب ادي أنا... كوارث. طيب نفسي نفسي كده في مباراه القمه نشوف يعني كارثتين كده على الزمالك مثلا، هي كلها كلها على الزمالك. الفاول هي كلها على الزمالك. بيقول لك خالد الغندور انا نفسي مره يبقى في خطا في لقاء القمه لصالح الزمالك وضد الاهلي. على فكره ساعه ما الكره وصلت ربما يكون في عرقله، انا ما يعني مش عايز اجادل في النقطه دي، لكن تعالى في الكره اللي قبليها راحت ازاي، في فاول واضح وصريح على دفعة احد لاعبي الزمالك للاعب النادي الاهلي في وسط الملعب. إذا انا ما اعرفش اتحسبت ايه، وهنفترض يا سيدي ومع هذا كابتن خالد الغندور غالي عندنا والطلب رخيص قوي، الطلب سهل قوي. الراجل قال لك انا نفسي مره يبقى في خطا في لقاء القمه لصالح الزمالك وضد الاهلي. نفسه في خطا واحد. بعد الفاصل ربنا يسهل ويطول اللي في نفسه. اهلا بحضراتكم من جديد. اللي احنا بنناقشه ده لمصلحة جمهور الزمالك قبل ما يكون لمصلحة جمهور الأهلي، علشان محدش يبني قناعات الشباب على مظلوميات مش موجودة فيوتر العلاقة ويخلي فيه احتقان ويخلي الناس حاسة بظلم ويخلي كابتن حسن شحاتة تاريخيا مستغرب الناس ليه دي ترسخ عندها عقدة اضطهاد، ويخلي واحد زي الأستاذ إبراهيم عيسى يقول لك ما تصدقوش ناس زي كده. منواجه الناس بالحقائق، لكن فكرة إن أنا لجنة الاتحاد الكورة يقرر لأسباب تتعلق بالأمن يجي له جواب يأجل المباراة القمة ويعدل المباريات لاعتبارات الدولة مسؤولة عنها وتراها وليها الحق في تقدير الموقف، فيطلع يتقال الصداع عشان الأهلي. أي حاجة هي كده علشان الأهلي. كابتن خالد الغندور في الفيديو اللي قبل الفاصل قال أنا نفسي نفسي مرة واحدة يبقى في خطأ في لقاء القمة لصالح الزمالك مش لصالح الأهلي. الراجل كان نفسه في خطأ واحد. الوقت للاسف داهمنا، كنا هنتفرج على وليمه اخطاء اتظلم فيها النادي الاهلي، لكن هنفكره باخر حاجه. وبنحلف بالله العظيم زي ما الكابتن خالد حلف. كوره وليد سليمان في مباراه القمه الموسم المنقضي، في حد ما يحسبهاش ضربه جزاء؟ هنفكركم بيها، ومش هنجيب راي قناه الاهلي، هنجيب راي استوديو تحليل محايد، بس الاول نشوف ضربه الجزاء ورأي الكابتن أحمد الشناوي في الاعتداء الغاشم على وليد سليمان. أدي طبعا المخالفة زي ما احنا شايفينها كده بالظبط على الخط، يعني معناها داخل منطقة الجزاء. مين اللي لعب الكورة؟ أدي وليد سليمان اللي نجح في لعب الكورة. هنا الثاني قفز عليه قفز على الخص، فبالتالي هنا خطأ مستحق إنه يحتسب ضد مدافع الزمالك داخل منطقة جزائه، تبقى ركلة جزاء. طبعا كرة لا تحتمل الجدل، وكانت محورية لانت 2-1، كانت في فرصة يتعمل 2-2 وتكتيكين الماتش كان هتغير. لكن لا يا سيدي، ما مش عايزين نبص على دي، عندك غيره انت هتقعد بقى تقول وحتى اهي اهي جت اهي، ما دي خلاص اهي ما خلاص. يعني بص يا كابتن خالد احلف بالله العظيم معايا كده، دي مش ضربة جزاء؟ حد يقدر يقول دي مش ضربة جزاء؟ أولا هي جوه المنطقة، جوه المنطقة اتفضل واسم ووليد اللي لابع بالكورة، يعني بأي منطق بأي قسم بأي يمين هي ضربة جزاء. اعاقه بنجيب لك من الآخر. وعلى فكرة هو نفسه وليد سليمان لو حبينا نفكرك برجله اللي بقت زي خف الجمل من اعتداء شوقي السعيد عليه هنفكرك بيها في مباراة برضه تعرض فيها لو جاهزة
هنفرجك على رجل وليد سليمان حصل وليد. لها ايه ده المباراه دي اللي كسبها الزمالك 3-1 ايوه ها باسم معور سعد سمير ضربه في عينه يكاد يكون افقده توازنه معظم المباراه بالظبط شج راسه وفي اعترض الباسم اللي جاب جولين في الماتش ده ووليد سليمان وليد سليمان رجله وكان وقتها وليد نجم الهجوم وسعد نجم الدفاع في مصر في نجم الدفاع ففاز الزمالك 3-1 اشرنا اليها لكن لم ما نعملهاش يعني وقفه تاريخيه بالظبط واخد بالك مش ام الحوادث مش ام الحوادث على فكره خالص. كان فيها بطوله دي اعتقد كاس او حاجه ما هي في النهايه هي مباراه قمه ما هو خالد بيقول لك نفسي في ماتش قمه واحد انت شفت لقطه وليد سليمان وفكرناك برجل وليد سليمان واللي حصل لها من شوق السعيد وسعد سمير واللي اتحصل له من كوع باسم دي بالمناسبه رجل وليد سليمان مؤكد ان خالد الغندور الراجل نفسه مش هيصدق ان دي رجل بني ادم رجل لاعب حصل فيها كده واعترف شوق السعيد انه ضربه واعترف بيها متعمد الله وكان في لقاء قمه ولم يطرد وما عملناش سرادق عزاء ولا ولولنا خلاص ماتش اتظلمنا فيه ظلم باين لكن خلاص ما انت ما هل معقوله ان الاهلي مش هيستفيد من اخطاء التحكيم عمره لا هتيجي لحظه لكن هل معقوله ان الزمالك ما استفادش اضعاف اضعاف الاهلي تعالوا نتحاسب يا راجل انا افكرك بجون عمرو انور عمرو انور في الموسم بتاع 88-89 يعني عايز برضو حد يحلف بالله العظيم ده جون يتلغي ليه اتفضل ادي الباص وعمرو هيقطع قبل الباك وهيرقصه وبعيد عنه الحارس حتى ما لمسش ده يتلغي ليه برضو من الاهداف الغريبه في لقاءات القمه مش بنتكلم بقى على خطا تقديري لا انت بتتكلم على هدف حتى لما بتقول جون حسن شحاته جون الكابتن حسن جون بس بتفرج على جون عمرو انور هو ده مش جون ازاي ده مش جون ازاي زي جون الكابتن ربيع ياسين برضو اللي كابتن محمود عثمان الله يرحمه فاكر ربيع ياسين لما كان معانا عبد المنعم قال لك فضلت كل مثل الكابتن محمود عثمان انت لغيت ده الجون ازاي يقول له بس يا ولد جون اتلغى بعباره بس يا ولد بطوله بطوله الماتش ده كان يعني بالله البطولة. عليكم كان الماتش ده لو الاهلي كسبه خد البطوله بالله عليكم شوفوا احنا يا كابتن خالد مش بنقول لك خطا تقدير انت بتتكلم في اهداف انت طلبت خطا واحد فاحنا الحقيقه يعني مش هنسيب لك نفسك في حاجه ما نجيبهاش ضربه جزاء طرد متعمد ولم يحدث اهداف ملغيه سواء عمرو انور او ربيع ياسين وكلها في لقاءات قمه قبل كده وبعد كده ولو بتتكلم على الاخطاء المؤثره يا راجل ده الاهلي والزمالك بيلعبوا ماتش السوبر في الامارات الحكم التشيكي التشيكي الا اذا كنت تعتبر ان التشيك اهلاويه الحكم التشيكي بيعترف بعديها ويعتذر انه كان في ضربه جزاء للفريق الاحمر هو لما شافها اكتشف انها كان المفروض تتحسب تخيل حكم تشيكي الماتش ده تشيك هاند يا كابتن خالد الماتش ده خلص 0-0 وفاز الزمالك بضربات الترجيح فاز الزمالك بضربات الترجيح نشوف اعتراف يعني الحكم الجون ده البينالتي ده لو جه كان ادالك انت ادالك انت البطوله نشوف الحكم التشيكي باعترافه Yeah, I saw in this in on the match also he played the ball and after the pass to the some other players there was the contact but for us wasn't there. Yeah, it is in this match must be the 100%. 100% 100% كانت تستحق ضربة جزاء 100% عايز تاني عندك عندي كتير بس الكابتن اسماعيل يوسف غنانا الكلام لانه راح في منطقه تانية والحقيقه كل اللي انتوا سمعتوه في الحلقه الزميل سيف زاهر واجه به الكابتن اسماعيل يوسف واسماعيل يوسف خارج لتوه من مجلس اداره النادي الزمالك في المجلس المنحل وبالتالي عنده راي الراجل قال حاجه مع سيف زاهر اللي كمان واجه خالد الغندور بنفس الحقيقه نشوفها كتيره ميزان القوة يعني مختلف شوية يعني احنا شايفينها كده فلازم الناس اللي قايمة على المنظومة كلها هقول لك الصراحة بس من غير ما تزعل مني انتوا شايفينها على باطل والناحية التانية في اجزاء واحدة واحدة بس لا والله مش واحيانا الناحية التانية بتشوفها برضو على عكس يعني انا 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 مظلوم انا بحس ان مفيش حد مظلوم كل واحد بيعدي في اوقات بظروف وكل واحد ليه وكل واحد عليه
يعني ما فيش خط واحد زي ما حضرتك تقول لي مثلا انا اجيب اقعد مثلا اجيب 75 حاله انت مظلوم فيهم مثلا تحكيميه. طب ما انا لو جبت مخرج وجبت للاهلي هجيب 70,000 برضه حاله نفس القصه، الحكم اللي ظلمك كان لصالح فلان وغصب عنه، واللي بكره ظلم فلان لصالحك، ودايره دايره يعني انت بتقف على حاجه ليك بس. بتحصل امتى دي؟ بتحصل امتى؟ كابتن انا عمري ما شفت نادي طلع قال او حد مثلا قال انا على فكره اتجاملت 20 مره قبل كده. انا في حاله بس عشان الحكام صحابي يعني في حاله لشيكابالا في مباراه ضربه جزاء في مباراه الفرق بينه مثلا بالراجل 3 متر عادي وما جبناها 3 متر ما فيهاش موضوع. هل ده حكم مثلا وقبل الفار وقبل القصه عمرك ما وانت لاعب سيبك بقى وانت مسؤول ما اتجاملتش تحكيميه؟ عمرك وانت قاعد كده انت واصحابك في 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 الفرقه مثلا قاعد كده النهارده عملت اللقطه دي وعملت فيها ميت عادي يا كابتن؟ قليل يا كابتن والله قليل كابتن اسماعيل يعني ده انت جيلنا غير عشان ربنا يكتب لك فوق في مثال حسن. واحد من اللقاءات اللي كابتن سيف هو عاده ما بيبقاش كده ما بيبقاش بالمواقف في اللي فيها مواجهه بقوه كده بيسيب الضيف كده يقول له عايزه ويعلق تعليق سريع ولكن الحقيقه انت بيجي لك لحظه هو ايه اللي بتقوله ده؟ هو انت عمرك ما اتجاملت؟ ده انت اتجاملت عشرات المرات. عارف سيف زاهر خد الموقف ده ليه؟ لانه كان في اتحاد الكوره ما هو كان معاه حازم امام، حازم امام لما دخل الاتحاد له فيديو شهير قال لك انا قبل ما اخش اتحاد الكوره كانوا بيقولوا الاهلي بيتجامل وفي ناس بتتدخل في تعيينات الحكام. قال لك لما دخلت ما لقيتش حاجه زي كده خالص. بس دلوقتي بيقول ايه؟ ما في لحظه تاريخيه بتبقى دي السلعه الرائجه. ايوه احذفها. الجمهور يحب يسمع. احذفها. طيب اسماعيل يوسف بلغه كده ها بتحصل امتى دي؟ يقول له يعني ما حصلش انه الاهلي اتظلم او الزمالك اتجامل؟ قال له لا بتحصل امتى دي؟ يعني الزمالك ما اتجاملش خالص؟ ما اتحسبتلوش قرارات خالص؟ عشان كده بقول لك يعني ولا حتى خالد الغندور لانه سيف زاهر قال له بيحصل، قال له بص الزمالك ممكن يتجامل في لحظات غير مؤثره. فخالد شايفها الزمالك لو حصل له خطا بيبقى في توقيتات غير مؤثره والبطوله اتحسبت. واسماعيل يوسف بطريقه ما بيحصل امتى ده؟ حصل امتى ده؟ هفكرك وزي ما قلنا الكابتن حسن شحاته مرجعيه تاريخيه محترمه كمان الكابتن فاروق جعفر يا راجل لا يفتى وأنسس في المدينه لا يفتى والكابتن فاروق نفسه بيعترف ببطولات. اسمعوا اخدت كم ضربه جزاء في حياتك بالطريقه دي يا كابتن فاروق؟ كل ضربات الجزاء كل ضربات الجزاء في من سنه 80 لغايه سنه 84 85 كل ضربات الجزاء ما فيهمش ولا واحده ده جميل يا كابتن فاروق ولا واحده سليمه ولا واحده ضربه جزاء خمس سنين بتشيل المدافعين تخللها بطولات بتتعدى علينا النهارده وتقدم كحجه على الجداره بالالقاب. يعني مش معقوله يعني يا ناس بلاش تصدقونا صدقوا الناس هو في فصال ان فاروق جعفر وكابتن فاروق وكابتن حسن والاستاذ ابراهيم عيسى واخرين يعني زملكاويه اكتر من اي حد لكن خلاص بقى يعني شوفوا الحقيقه وبعدين يتقال اصل ما حصلش ابدا انه في مباراه ادرع بعظيم والزمالك انسحب لانه ويرجع الكذبه التاريخيه اياها ويرجع الشباب الصغير يصدق ونرجع نفكركم ببطل الواقعه في هذه المباراه بتاعت 96 رامبو نبيل محمود وهو بيعترف لا الجون كان اوفسايد وهدف الزمالك من الانسحاب يرمي كرسي في كلوب الاهلي فنكم فكركم برامبو. احنا كنا بنعرض دلوقتي المباراة الشهيرة عام 1996 بين الاهلي والزمالك واللي انسحب فيها الزمالك في اخر خمس دقائق بعد جون فيليكس. وحضرتك اللي كنت مغطي، هل انت كنت مغطي ولا كان هو اوفسايد يا كابتن نبيه؟ لا في الحقيقة ما كانتش اوفسايد خالص يعني ما احنا كمان يعني لو الناس ما تعرفش السادة المشاهدين كان انسحابنا بأمانة ما كانش بسبب الاوفسايد كان بسبب كان في شويه لو حضرتك فاكر يا كابتن مدحت شويه لغط على حكم المباراه قبل المباراه. فاحنا لحد وقت المباراه ما كناش نعرف حكم مين. فكان وقتها النادي الاهلي طلب حكم معين يستبعد يعني ونادي الزمالك طلب حكم معين يستبعد.
ففوجئنا في المباراه ان الحكم اللي الزمالك طلبه استبعد هو الموجود اللي هو الكابتن ادري عبد العظيم. اه يعني هو انت عارف بيبقى في بعض يعني بعض الحكام بيبقى يعني يتهموا هم طبعا هو راجل قاضي والمفروض ان محدش يعلي يعني على قراراته او يعلق على قراراته لكن يجي يقول لك ده زملكاوي ده اهلاوي وهكذا واحنا عارفين يعني بعض الحكام بيتهموا ان هم زملكاويه واهلاويه. فاحنا بامانه ادينا مباراه تحت ضغط كبير قوي من مجلس ادارتنا في المقصوره شايفين مشاكل كبيره واحنا في الملعب مش عارفين ناخد قرار وقبل المباراه والجهاز الفني بتاعنا ما قدرش ياخد قرار. فبامانه كان خروجنا من المباراه يعني خلاص هو كان النادي الاهلي كان يكفي التعادل ناخد الدوري في المباراه دي. نعم. وطبعا النتيجه كانت 1-0 والهدف ده اعتقد كان في الدقيقه يعني 42 43 تقريبا يعني المباراه كانت انتهت والدوري كان انتهى. فاحنا يعني كده بالبلدي كده قلنا ايه نضلمها بقى علينا وعلى النادي الاهلي وعلى كله ونعمل الواقعه دي بامانه يعني. يعني نبيل محمود اصل الكوره شوف مغطي بقد ايه وعشنا فيلم لانهم كانوا خايفين من ادري فلما يحصل كوره سليمه نتلكك ايه اللي في اخر 10 دقايق في منطق زي كده في منطق زي كده الجول الاولاني بتاع فيليكس من ابدع الاجوان اللي جم محدش يقدر يتكلم فيه الجول الثاني مغطي بكل ده اقول لك ادي اضرب كرسي في الكلوب وهكذا الحاجات دي لا مش متصوره والناس بتشوفها واعترافات بألسنتها كانت المظلومية دي اتأكدت عند جمهور الزمالك اللي أرجو أن بعضهم يكون متابع هذه الحلقة ويشوف إحنا يا جماعة بنجيب لكم المسائل صوت وصورة واخد بالك يعني هقول لحضرتك على حاجة يا باشمهندس زي دلوقتي طبعا شفتوا كابتن فاروق جعفر ولو كان في وقت كنا هنجيب لكم كابتن فاروق وهو بيقول على قصة بورسعيد وإزاي الحكام تروح بورسعيد وازاي يتقال للحكم انت عايز ايه؟ ده كان اعتراف من كابتن فاروق في قناه الزمالك. ما نعرفش ناخد فاضل دقيقتين، ما نعرفش ناخد الفيديو بتاع الكابتن جمال حمزه. لا يعني ده مرتبط لانه مرتبط بفيديوهين تانيين فمش هنلحق للاسف، لكن عايز اقول لحضراتكم على حاجه على جديده بقى. جديده ان لجنه او اتحاد الكوره امبارح اعلن تاجيل مباراه القمه. يوم الاثنين كان المفترض 28 الاهلي والزمالك. اتحاد الكوره اجل وفقا للدواعي العامه اللي هو مش مسؤول عنها، هو فقط منفذ. لا الاهلي طلب ولا الزمالك طلب. وانا قريت النهارده تصريح للاستاذ عصام سالم قال ان التاجيل لا يخدم مصلحه الفرقتين، يعني ما هو زي الاهلي زي الزمالك. طب هيفترض حاجه بسرعه كده. اه. لو النهارده قال لك طب العبوا، هيطلع يقول لك ايه عشان دلوقتي عرفتوا ان طارق حامد ومحمود علي عندهم كورونا؟ اه. في سبب تملي يبان ان القرار غلط. يا جماعه قلنا اكتر من مره. لما يتعلق الامر بالمصلحه العامه اللي بتراها جهات الدوله والسلطات المختصه المفترض الحركه الرياضيه مرتبطه ببعضيها بالمناسبه بسرعة. الاهلي قبل كده ما اعترضش على الدواعي الامنيه اعترض على التغيير في الجدول مش اكتر فارجوكم لما يتقال لك اصل الاهلي لغايه دلوقتي في الدوري الجديد ثلاث مباريات بيلعبهم في ملعبه يا سيدي السنه اللي فاتت الزمالك 9 مباريات في بدايه الدوري ما خرجش بره القاهره الزمالك كان المفروض يلعب مع المقاولين في الجبل الاخضر السنه دي راح الكليه الحربيه تبديلات الملاعب لا الاهلي ليه دور ولما يتقال ان المحله نجيب لك راجل نائب رئيس نادي المحله ورئيس لجنه المسابقات مازن مرزوق ويقول لك الاهلي لا بيطلب ولا بيتدخل في دواعي عامه تقتضي ده عشان كده والسنه اللي فاتت كل هدفنا ايضاح هذا الحقائق للناس خالص بيقول لك ما بيروحش اسماعيلي والسنه اللي فاتت الزمالك ما راحش اسوان والاهلي راح اسوان الاهلي ما بيروحش اسماعيليه واسماعيلي ما بيجيش القاهره انما حته بقى باستمرار مره اقلب في جمهور المحله ومره اسخن باستمرار ضد الاهلي في الاسماعيليه الكلام ده كله كان هدفنا انقاذ مشاعر جماهير نادي الزمالك قبل الاهلي من ترسيخ وتراكم مثل هذه المشاعر السلبيه غير الحقيقيه اللي الكابتن حسن شحاته اشار اليها والاستاذ ابراهيم عيسى حذر منها لمصلحه كل الجماهير والله لا تخدم الا مصلحه اصحاب هذه الصناعه فقط اللي بيضع هذه الافكار في دماغ الجمهور دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي دوما ان شاء الله تصبحوا على خير